مناسبة الاحتفال المزدوج لعيدي الاستقلال والشباب، كذلك باش وزعنا سيارات إسعاف، منهم السيارات الصحية ومنهم السيارات الطبية في حدود 12 سيارة، وهذا جزء من المجموع اللي راح يصل إلى 34 سيارة إسعاف. وبذلك نظن باللي كل المرافق الصحية المتواجدة في إقليم الولاية بما فيها بعض البلديات النائية ستحصل على سيارة إسعاف، وهذا ما يخفف العبء على المواطنين المرضى للتنقل أو لنقلهم من وإلى المستشفيات الكبرى بالولاية.